الاستاذ اسامه بيقول عندي 70 سنه الله يحفظك الله يطول عمرك ويحسن في عملك ويجعله في الطاعه وهو بيقول اذكار الصباح فوق انه تعب والضغط وتي وساسقط و فاخذ قطره ملح يضعها على اللسان وانا سالته ازدردتها بلعتها قال لا اذا لا شيء عليك اتم صيامك ونسال الله ان يشفيك وان يرفع عنك هذا البلاء